النهارده عندنا لحمه بالكاري، بصل وثوم وجنزبيل او زنجبيل وكاري، كزبره ناشفه، كركم، كمون، فلفل حار، طماطم، لبن، جوز الهند، مرق، ملح وفلفل. هنقدمه مع الرز وزيت الزيتون والبرتقان. انا مش عايز احكم حد بحاجه، فحبايه برتقان شغاله، حبايه كمثرى شغاله، حبايه جوافه شغاله، شرايح اناناس، اي فاكهه، جوافه، السلام، اي حاجه فاكهه معاكم هندخلها مع الكاري عشان خاطر يشيل المراره بتاعت ايه الـ الـ الكاري والحلبه والحاجات دي. طيب كده هنا نعمل دول كاسيه عشان نشيل قشرتهم اول حاجه. الحاجه الثانيه الكاري بياخد بصل ياما، يعني يبقى شبعان بالبصل كده. ودي اللحمه بتاعتي، حطينا البصل على النار اهو، ونقطع لحمتنا مكعبات. كل ما تزغري في حته اللحمه كل ما تستوي معاك بسرعه وتشرب من التتبيله بتاعتك وتبقى طعمها حلو. طيب كده هنا لازم اموت البصلايه، لازم البصلايه بتاعتي تموت. ادي البرتقانه اللي طالعه من عينيها، ده التعين بتاعها، جابها التعين جابها كيلو برتقان تاكله انت قاعده. لا ليه؟ دايما الكاري بحب ثمره فاكهه، تفاح، برتقان، اناناس، كمثرى، موز، جو اي كمثرى عندك حطيها، بس مش بطيخ يعني. كده البصلايه ماتت اهو، بتقل على اللحمه بتاعتي، مش بقلبها بسرعه، خليها تتشمع الاول وبعدين نقلبها عشان مش عايزها تجيب ميه. ننزل بالرز بتاعنا بقى على النار كده هنا. ناخد نص برتقانه ناكلها والنص التاني نفرمه كده. بتقولي لا حط برتقانه كلها، لا مش هحطها. ده بيعمل لي نسبه تعادل حلو قوي في الاكل، يديني طعم حلو وجميل. طيب كده احنا هنا نعمل الرز بتاعنا عشان وقتنا مش ملكنا. الله حبيبي يا رسول الله. ده الرز بتاعي، ده الملح. هنا طبعا كنا حاطين اللحمه مع البصله، بس الوقت لما فات مني حطيت كل التوابل بتاعتي عندي، وادي الهوت ووتر. ما كنتش لازم استنى اكتر من كده عشان خاطر ايه العمليه ما تضربش مني وبعدين يضحكوا عليا. كده الرز بتاعي. وادي طيب هعمل ايه بقى يا سيدي؟ كده الرز هنحطه في الويتنج اهو، والكاري نصغر له الطاسه بتاعته اهي. شغال. ادي حبه الكزبره الخضراء، ده لازم حبه الكزبره الخضراء، لازم حبه لبن جوز الهند اهم عشان تبيض لي الليله، واخر حاجه بحطهم اهو مع الكاري، لبن جوز الهند.